السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ميزة حلوة قوي في برنامج السوليبر اوفيس. خلينا ندخل على التشيك بحيث ان احنا نبدأ نفحص. بيقول انت عايز تعمل فحص الاي اركتكتشر ستراكشر ام اي بي انرجي اناليسيس كل الحاجات ديت. اخترت اركتكتشر ونكست. فبيقول ايه الحاجات اللي انت عايز تفحصها؟ يعني ممكن مثلا نفحص ان عندي كذا الزر ونقارن بينهم. اقول له اوكي، فهيبدأ بقى يعمل فحص ويبدأ يجيب لي النتيجة اهوت. ممكن بقى اقول له ايه اعمل لي تشيك موديل، فبيبدأ يعمل فحص. ولو في اي مشاكل بيبدأ يظهرها لي. فمثلا الدور مثلا هنا في مشكلة بهيت. وبرضه ممكن لو انت لقيت مشكلة تبدأ تشير ليها او تعمل عليها كومنت او تدي التقييم اللي انت عايزه. فلو كنت بص هنا في الريزولت سامري يبدأ يقول لي في هنا مثلا مشكلة 778 مشكلة في دوت 10 مشاكل. ده الموديل اللي جاي مع الريفت. كل واحدة من دول بقى ممكن نيجي هنا في الريزولت نبدأ نشوف المشاكل. الشكل دوت في يعني مثلا مشكلة بين الكولوم والول، فممكن تيجي هنا وتقول له اكسبت. تيجي على مشكلة تانية مثلا بعد ما يدرسها ريجكت. في مشكلة تالتة مثلا تبدأ يعني كل مشكلة تبدأ تشوف هل هي فعلا متعرفة او مش متعرفة. بالشكل ده هو بيبدأ يعمل زوم ويبدأ يظهر لك المشاكل اللي موجودة. كل ما تقف على حاجة بيبدأ يجيب لك المشاكل ويخفي اي حاجة تانية مش من ضمن المشاكل دي. تقدر تطلع الريبورت بالمشاكل، فتقول له انا عايز المشاكل. طيب عايز تحط الكريتيكال، عايز تحط اللو، وهكذا. تبدا تشوف ايه المشاكل اللي انت عايز تحطها. هل انت عايز المشاكل دي تبقى في ملف بي دي اف ولا ملف اكسل ولا ار تي اف؟ الصفحه هتبقى عامله ازاي؟ افقي ولا راسي؟ والسايز بتاعتها وهكذا. فدي من اقوى المزايا اللي موجوده في برنامج السوليبر اوفيس، ان في قواعد جاهزه للكلاشات. مش مجرد بس كلاشات، لا، اي مشاكل موجوده ممكن نحط قواعد معينه ونقول له اعمل تشيك على المشاكل ديت. يعني ممكن اقول له انا عايز مثلا اعمل فحص مثلا للانرجي اناليسيس. اوكي، فيبدا يعمل لي التشيك ويبدا يجيب لي قائمه بالمشاكل اللي موجوده. مثلا هل السبيس فيها فاير اكزيت سبيس وهكذا. فيبدا يناقش حاجات كتيره جدا، قواعد جاهزه هو مجهزها قبل كده. الانرجي اناليسيز ممكن اقول له تشيك موديل، فيبدا يفحص الموديل ويبدا يجيب لي المشاكل اللي موجوده. فبدل ما تروح سبيس سبيس او روم روم تبدا تشوف المشاكل، لا، دي حاجه جاهزه هي تقدر تشوف المشاكل ديت. ما فيش الفاير، يمكن عشان انا مدخل لسه المعماري ما دخلش الباي، فبيبدأ يجيب لك المشكلة وتقدر تقول له اكسبت او مش اكسبت وهكذا. ممكن تعمل لها هايلايت.